وكمريم العذراء كانت فاطم الزهراء في التكليف من باريها، شبه عظيم بين تلك وهذه، سبحان من قد أحسن التشبيه. كلتاهما أم لمن هم أولياء الله في أرض نعيش عليها. فالرزق كان لأم عيسى هانئا رغدا لها، من ربها يأتيها. حتى إذا حان المخاض أتى لها التكليف، أن يا مريم هزيها، هزي إليك الجذع يا عذراء، يساقط عليك الرطب من عاليها. وكمريم في الاعتزال عن الورى اعتزلت عن الأنظار أم أبيها، وغدت حبيسة بيت أحزان لها كي لا تكلم من أساء إليها. وكهزت العذراء جذعا يابسا، كانت لفاطمة هزة نرويها. قد هزت الدنيا بخطبتها التي قد خلدت، والدهر لن يمحيها. هي خطبة عصماء إن في وقتها أو في معانيها التي تحويها. منها أرادت أن تحرك أمة خنعت لمن لا ينتمون إليها، وبها فقد قلبت موازين الأولى، نكثوا العهود وأنكروا ما فيها. خرجت دفاعا عن ولاية من لهم حق الولاية خير من سيليها. وهنا يجوب بنا الخيال لموقف الحورى وقيد الأسر في رسغيها، في الطف في قصر الدعي وقصر من أمر الجيوش هناك أن تسبيها. خطبت ويسمعها إمام زمانها، وكأنما هي نفس أم أبيها. ونعود فيما نحن فيه لخطبة الزهراء وكيف استفتحت ما فيها. نعم الإله على العباد كثيرة، وهو العليم متى ومن يعطيها. أعطى محمد كوثرا هي فاطم، والنحر يعني قتلها وبنيها. علمت بما قد أزمعوا فتوجهت في لمة من قومها وذويها، لاثت خمارا أسود وتلفعت جلبابها واستأذنت واليها. خرجت لتنذر أمة عزمت على نقض ما عقدته كف أبيها. كان انقلابا جاهزا ومبيتا من أمة نكصت على عقبيها. للمسجد النبوي قد دلفت وهم في حشدهم يتطلعون إليها. كانت بمشيتها تشابه مشية الهادي إلى سبل السلام أبيها. جلست وقد نصبوا الملاءة ساترا، من بعدها أنت لما يشجيها. هي أنة لا غيرها، لكنها أبكت جموع القوم مما فيها. حتى إذا هدأ النشيج تكلمت تفاحة الفردوس روح أبيها. توحيد ربك فصلته ليعقلوا معناه بالتعريف عن باريها. وشهادة نطقت بها لا غيرها، حل له تكرار ما تحويها. وعن الكتاب تحدثت
ومكانة القرآن على قلوبهم تحييها، وكأنه التذكير منها أن غضبة ربها ستصيب من يؤذيها. قالت لهم: أنا فاطم يا قوم، والآيات شاهدة بمن أنا فيها. أنا آية التطهير والقربى، وسورة كوثر لمرتل سيعيها، وأبي محمد للهداية دلكم، يا أمة مالت لما يرديها. ولأهل يثرب قد أشارت نحوهم بالقول دون القادمين إليها. قالت: أيا أبناء قيلة أنتم الأنصار، لا من أخرجت هاديها. هبوا إلى أسيافكم، فهي التي لشريعة الإسلام من تحميها. وبحرقة ما بعدها قالت لهم: إيهن أيا أبناء قيلة إيها، البأس فيكم لم يزل، وسيوفكم تكفي لردع الواثبين إليها. فإذا فلان قاطعا لحديثها متوددا وكأنه يرضيها، ومحاولا في حرفه لمرادها نحو الوراثة للورى تتويها، ردت على ما قاله بأدلة بيضاء أعيا أن يرد عليها، حتى إذا ما الطهر أنهت قولها عطفت إلى القبر الذي يشجيها. وله شكت أنباء خزي بعده حصلت، ولا يرضيه ما تحويها. من بعدها عادت إلى الدار التي نزلت ملائكة السماء إليها، وإلى إمام زمانها بثت له الشكوى، فقال: تحسبي ودعيها. ولقد تحسبت البتول، فويل من غضبت عليه وويل من يؤذيها. هي خطبة فدكية عنوانها نبوية في كل ما تعنيها. فيها قد استدعت من الآيات ما يكفي لصم الصخر أن ينديها. ذكرت بها الشرك الخفية، وإنه أعمالنا إن أغضبت باريها، وعن الصلاة وإنها التنزيه عن كبر يصيب النفس قد يرديها، وعن الزكاة تحدثت عن فضلها وثوابها وعظيم أجر فيها، والحج قالت إنه للدين تشييد ورايات له يعليها، والعدل قد عرجت عليه بأنه لحياتنا كالماء إذ يحييها، فهو الأساس لكل ما من أجله الأحكام قد وجدت وما تحويها. وإلى الولاية والإمامة عرجت بحديثها على القلوب تعيها، ولعل خطبتها لمن قد أعرضوا ليست لهم من دوننا تعنيها، بل نحن أيضا قد عنت بحديثها حول الولاية ما لها وعليها. بمعارف شتى وتاريخ مضى قد حدثت على الجموع تعيها، وعن النبي ودعوة رب السماء ألقى إليه الأمر أن يرسيها في أمة فاقت جلافة طبعها وعتوها أمما لها ماضيها. وبأنهم قد كذبوه وعنه قد صدوا، وظل يكابد التسفيها. عن مكة شد الرحال وقد رأى غدرا به سيكون من أهليها،
في الليل غادرها وفوق فراشه قد نام حيدرة الفتى تمويها، وتحدثت عن حالهم بعد الهدى وبأن آثار الضلال عليها، خذلانهم لنبيهم وفرارهم في الحرب قد كشفته أم أبيها، وبأن سيف وصي طه ظل يحمي بيضة الإسلام من شانيها، حتى إذا اختار الإله لأحمد دار الخلود لأنبيا باريها، فإذا النفاق بدت حسيكته بكم يا من براءة قد ذكرتم فيها. بخطابها ألقت عليهم حجة حتى وإن لم ينظرن إليها، وبه فقد كشفت حقائق لم تكن لتبين لولا كشفها خافيها. خطت بخطبتها مسارا واضحا من بعدها لبناتها وبنيها، حوراء آل محمد سلكت على النهج الذي رسمته أم أبيها، وهي التي شهدت مصائب أهلها بدءا بموت محمد هاديها، ثم انقلاب القوم بعد رحيله وبأخذهم بالغصب حق أبيها، وبكشفهم بيت البتول وحرقهم بابا لها قد أغلقت بيديها، وبكسرهم ضلعا لها وبعصرها وجنينها قد أسقطوه عليها. وهناك في أرض العراق فقد رأت مكر اللئام وغدرهم بأبيها، ومصيبة الحسن الزكي وموته بالسم يا لمصابها بأخيها. أما مصيبة كربلاء وما جرى فيها لها ولأهلها وبنيها، فالوصف يعجز أن يحيط بها، ولا زالت منابرنا لها ترويها. قتلوا الحسين وآل بيت محمد وأصر شر الخلق أن يسبيها، وهناك في قصر الطغاة تكلمت وكأنها الزهراء أم أبيها، بكرامة وبعزة قد زلزلت عرش الطغاة بخطبة من فيها، وبنفس حجة أمها احتجت على من سيروا تلك الجيوش إليها. ولفاطمة الزهراء عاد حديثنا، فهي القصيدة بحرها ورويها، قد خاطبت فيها العقول بقولها فالعطف والتحنان لا يعنيها، وإلى القيامة أرجأت حكما به يقضي الذي يرضيه ما يرضيها. فمحمد يوم القيامة يشتكي من هجر أمته لأم أبيها، قد كانت الزهراء نعمة ربنا في أمة نكصت على عقبيها، وأراد ربك رفعها عنهم فهم ليسوا بها أهلا ولا ما فيها. من بعد خطبتها البليغة قررت ألا تكلم أمة تؤذيها، بل واختفت حتى عن الأنظار من غضب على المتنمرين عليها، وعلى جموع المسلمين لنكثهم مع هدى خير الورى هاديها. من بعدها قد أصبحت غيبا وعلم الغيب يعلم علمه باريها، أوصت عليا أن توارى في الثرى ليلا ويعفى قبرها تنزيها،
لتظل غيبا لا يحيط به الورى، كالروح كالفردوس من يدريها، لا قبرها يدرى بموضعه ولا تاريخ يوم لحوقها بأبيها.